اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بابطالنا، ابطال الشباب لكره الطائره واللي تاهلوا لبطوله العالم كاول افريقيا. برحب بعبد الرحمن الحسيني احد افضل اللاعبين واللي حصل ايضا على كاس احسن استقبال في البطوله. اهلا بك عبد الرحمن. اهلا بيك، منورنا والف مليون مبروك. بنورك والله، ربنا يخليك. طبعا بنرحب بضيفنا الكابتن مروان الصافي اللي رقصني في الاستوديو، يعني اقول لكم رقصني ليه، ولكن طبعا هو حصل على كاس طبعا افضل لاعب في البطوله واحد يعني اهم اللاعبين في الفريق، واللي كان له دور كبير طبعا مع باقي زملائه في الحصول على كاس افريقيا والتاهل لبطوله العالم. اهلا بيك يا مروان. اهلا بحضرتك، نورنا ومنور قناه النادي الاهلي. نورك يا مروان. خلينا نبتدي معاكم القصه من البدايه، يمكن من سنتين 2019 انتوا نفس الجيل بتاعكم خد رابع عالم، كانت بطوله العالم في تونس. هنرجع شويه للبطوله دي، يمكن ظروفها، كنا مع مين في المجموعه، تأهلنا ازاي، قبل النهائي كنا مع مين، يعني نتكلم عن البطوله دي شويه. اتفضل. احنا سافرنا تونس طبعا، قبلها كان معسكر بولندا، عسكرنا اسبوع هناك تقريبا، وبعد كده دخلنا على طول في الماتشات الوديه قبل كاس العالم. ما كانش في كورونا يا كابتن؟ لا، كان لسه قبل موضوع كورونا بشويه يعني. وقابلنا بلغاريا وقابلنا البحرين ماتشات وديه وقابلنا كوبا، وبعد كده دخلنا في جو البطوله على طول. كان معنا في المجموعه المانيا، وكان معنا اليابان، وكان معنا المكسيك، والحمد لله قدرنا يعني من اول ماتش اللي احنا نبقى رجاله يعني، ودخلنا على طول مهم مركزين اللي احنا نحقق. طب الماتشات اللي قدام انتوا لعبتوها قبل كده، يعني لعبتوا ثلاث مباريات جامدين يعني، يعتبر كانت اعداد جيد. هل المباريات دي فرقت معاكم؟ يعني انتوا حسيتوا من المباريات دي انتوا رايحين تعملوا حاجه؟ ايوه طبعا، كان بالنسبه لنا اول كاس عالم لينا، يعتبر الوحيد اللي لعب كاس عالم كان حسين فينا، فاحنا بالنسبه لنا احنا كنا لسه اول كاس عالم او اول بطوله او اول حاجه يعني لينا، فالماتشات بالنسبه لنا كانت نقله، اللي احنا الاستريس يقل شويه. الماتشات طبعا الوديه مع الفرق زي دي، مع فرق زي كوبا والفرق دي، فرق طبعا مش ضعيفه او صحيح. مش متوسطه، فبالنسبه لنا اللي احنا نلعب الفرق دي في ماتشات وديه، فطبعا كانت فارق لينا طبعا، ونقله في المستوى كبيره، وتخلينا ندخل البطوله مرتاحين اكتر، او ما الاستريس علينا يكون اقل بكتير، اقل والاستعداد جاي. طيب خلينا نتكلم عن المجموعه، المانيا، المكسيك، كان معانا مين كمان؟ كمان اظن مين؟ اليابان. اليابان اه. طيب اول مباراه كانت مع مين؟ اول مباراه كانت مع المانيا. مع المانيا. تالي كنا في المباراه دي فزنا على ما اتذكر. ايوه كسبنا 3-2 الحمد لله. انا فاكر 3-2، وكان ده صعبه جدا. وكان المباراه دي صعبه، وكانت دي يمكن البوابه ان انتوا كانت طبعا طمعتنا ان احنا ناخد اول مجموعه. تالي كان المباراه الثانيه مع اليابان على ما اتذكر، صحيح ولا كانت؟ كانت مع اليابان صح، لان انا كنت متابع البطوله دي كويس. طيب احنا فاكر اليابان برده كسبنا 3-0 على ما اتذكر؟ لا، اليابان كنا كسبانين 2-0، وبعد كده خسرنا شوطين، وبعد كده كسبنا اللي هو الخامس. يعني 3-2. المباراه كانت ماشيه. طب والمباراه الثالثه المكسيك عملنا فيها ايه؟ لا كسبناها الحمد لله 3-0 تاني. يبقى معلش انا عكست. طب تاهلنا كاول مجموعه عبد الرحمن، يعني يمكن اكمل معاك عبد الرحمن، احنا تاهلنا اول مجموعتنا، يمكن ده ريحنا في الطريق. بالظبط. قابلنا تقريبا رابع المجموعه الثانيه ولا عملنا ايه؟ صح، قابلنا رابع المجموعه الثانيه، كان نيجيريا، ودي كنا كسبناها في افريقيا الحمد لله. لا دي كانت مشكله، ان احنا عشان خسرنا منها في افريقيا. يا راجل، يعني احنا خسرنا منها في افريقيا من نروح، ولما قابلناها في بطوله العالم بقى كان زي ما تقول في ثار ما بيننا وما بينهم. انتقام شويه. خلصت كام؟ خلصت 3-0 الحمد لله، يعني تقريبا كان اسهل ماتش في كاس العالم يعني. يعني انتوا خدتوا حقكم تمام. بالظبط. طيب 3-0 طلعنا بعد كده على الدور قبل النهائي. تمام. كان معانا مين؟ كان معانا في دور الثمانيه، كان معانا بيلاروسيا. بيلاروسيا. فوزنا على بيلاروسيا. كان ماتش صعب جدا بصراحه يعني. بيلاروسيا كانت واخده كام في مجموعتها بقى؟ كانت واخده كام في مجموعتها؟ لا مش هفتكر صراحه، خلص كام؟ يا تاني يا تالت يعني. المباراه خلصت كام؟ خلصت 3-0. 3-0. يعني انتوا يعني في المجموعه كسبتوا 3-2 3-2، يعني مباراتكم كانت 3-2. فاحنا 3-2 ده بطل المانيا، بطل اوروبا كان المانيا، كان ساعتها اوروبا بطل اوروبا، المانيا بطل اوروبا، واليابان كانت بطل اسيا. الناس ما صدقتش طبعا. فاحنا طبعا داخلين بطل اوروبا بطل اسيا ورا بعض كسبناهم، فالموضوع كان بالنسبه لنا بس ما صدقوش يعني ولا حد صدق، يعني لا احنا صدقنا ولا انتوا صدق يعني. يعني بتهيألي لما تكسب بطل اوروبا بطل اسيا يبقى اظن يبقى الموضوع مش جاي صدفه. بالظبط. خلي بالك لما بتكسب مباراه بيبقى الموضوع ايه، بيبقى ممكن يقول لك ده صدفه ده حاجه، ممكن هم استهتروا بيها، انما لما بتكسب بطل قارتين موضوع مش صدفه. طب خلينا نقول مباراه قبل النهائي، يمكن دي اللي خسرناها عشان كده لعبنا على التالت والرابع، كانت مع مين؟ كانت مع ايطاليا. شكرا. شكرا. بس انا كنت متابع، عملنا مباراه كويسه انا فاكر. وانا عملنا مباراه كويسه الصراحه، بس هو في فرق في
في مستوى التمرين، في مستوى كل حاجه. هم كمان اللعيبه نفسها بتلعب دلوقتي في اقوى انديه في العالم. تمام. فطبعا ده بيدي لهم يعني اريحيه في الماتش زي ماتش احنا داخلين نهائي نص نهائي كاس عالم بنلعب ايطاليا، برده مهما كان كسبنا مين احنا برده مغضوضين. يمكن برده الاجسام تفرق. هم طبعا الاجسام تفرق يعني فرق كبير جدا يعني. طب ولعبنا مين في الثالث والرابع كمان؟ لعبنا ارجنتين. ارجنتين كانت معانا في المجموعه وكسبناها، بس يعني برده ما توفقناش. لا عادي، بس هو يعني انا قصدي اقول لك ثالث زي رابع يعني الموضوع ما بقاش. بس كان نفسه برده يرجع ايه بمديل يعني كده. بس هي كانت كتير. يعني عايز اقول لك كانت مفاجاه لينا كلنا، وحتى كنا متابعين الاخبار، وكان ساعتها المشرف على المنتخبات انا فاكر كابتن شريف الشمرلي. تمام. وكان دايما بينزل البوستات بتاعته على صفحته، وكنت انا بنتظرها واروح على اللينك جري اللي بينزلها اشوف الماتشات بتاعته. طيب خلينا نتكلم ان ده على سقف الطموح عند الناس، يعني الناس متابعاكوا كجيل، ولما نيجي نتكلم عن كنا بنذيع بطوله افريقيا فقلنا الجيل ده هو رابع عالم، فالناس قعدت بقى ركزت تشوف مين رابع عالم. حتى مدير فني المغرب اللي سجلنا معاه قال يا جماعه دول رابع عالم، انا يعني كتر خير ان عملت كده. تمام.